السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد ولايك وشير. النهاردة هعمل معاكم الفراخ المحشية فريك. أنا بعد ما جبت الفرخة وغسلتها كويس بملح وليمون وشطفتها، حطيتها في محلول النقع حوالي 12 ساعة وأقل حاجة 3 ساعات. اخر الفيديو هقول لكم عبارة عن ايه محلول النقع. طلعتها من محلول النقع حطيتها في مية بخل عشان اتأكد ان ما فيهاش اي زفارة. جبت الفريك ونقيته. جيب الفريك من عطار انت واثقة فيه او اي ماركة كويسة موجودة في السوبر ماركت. الفريك يكون لونه فاتح كده. بعد ما غسلته نقعته في مية وحجمه زاد زي ما انتوا شايفين كده. هغليه على النار حوالي 10 دقايق وبعد كده هصفيه. بعد كده هسيح في زبدة هحط فيها الفريك بعد ما سلقته. هقلب الفريك كويس مع الزبدة عشان كل الفريك يشرب من طعم الزبدة. زودت الملح والفلفل بتاعه، انا بحب ازود الفلفل الاسمر شوية في الفريك بيعجبني طعم. بعد كده هغطيه حوالي 3 دقايق عشان يشرب من طعم الزبدة والملح والفلفل. وده شكله لونه اصفر شوية عشان انا حاطة زبدة كتير، انا بحب فيه الزبدة كتير. جبت الفرخة وبنشفها بمناديل المطبخ كويس من بره ومن جوه، وخصوصا من جوه بنشفها كويس قوي ما بقاش فيها اي مية. بعد كده هحشيها من قلبها بالفريك، مش هكبسها وانا بحشيها. لان الفريك ني وحجمه هيزيد لسه في السوى. بعد كده سلكت ما بين اللحم والجلد وحطيت فريك، وكمان هحشي الرقبة. ما تكبسيش الرقبة قوي علشان ما تفرقعش لما تيجي تتسلق. جيبوا الفراخ البلدي، دي انسب نوع للحشي، ما بتفرقعش وبتفضل بشكلها وبحجمها. هقفل الرقبة بخلة زي ما انتوا شايفين كده وتأكدي انها اتقفلت كويس. بعد كده في قلب الفرخة هحط الكبدة وهحط الأنصة وهسد كويس الفرخة عشان الفريك ما يطلعش منها. بعد كده هكتفها، تاخدي رجل الفرخة وتحطيها في الفتحة اللي بتبقى تحت الصدر دي. لو الحركة دي صعبة عليكي وانتي ما بتعرفيش تعمليها ممكن تربطي الرجلين بخيط مع بعض او بورقة فويل، بس مع الاستمرار هتعرفي تعمليها بالطريقة دي. الفرخة انا حشيتها. بعد كده هسخن مية عشان اسلقها فيها. المية بعد ما تغلي انا حطيت الفرخة وزودتها بعد كده عشان الشوربة، طماطمية مبشورة وبصلة مبشورة وبصلة سليمة وملح وفلفل. هتقولي لي بصلتين ليه؟ انا باخد بصلتين حجمهم صغير، بس دوقي الشوربة في الاخر واحكمي على طعمها. جربيها بطريقتي ان شاء الله مش هتغيري الطريقة دي. الطريقة دي انا اتعلمتها من مامتي ومعتمداها في كل مرة بسلق فيها فراخ او حمام، اي طيور بسلقها بالطريقه دي طعم الشوربه بيبقى حلو قوي. هضيف الحاجات اللي انا قلت لكم عليها ديت على الشوربه وهقلبها كويس وهغطي الحله، ومده السوى حوالي 50 دقيقه ل60 دقيقه حسب حجم الفرخ. بعد كده اما طلعت من السوى رشيتها ملح وفلفل وهدهنها بالزبدة. الزبدة دي اللي هتحمرها لي وتخلي جلدها مقرمش وحلو. حمريها في فرن درجة حرارته عالية عشان تبقى حلوة ومتحمرة كويس. وادي الشوربة بتاعتها بعد ما خلصت، رايقة وجميلة وطعمها حلو قوي. انا صفيت الشوربة قبل ما اغرفها.
دوقي اطعم طبق شوربه بطريقه توتي. اهي الفرخه اتحمرت كويس وباقي الفريك انا زودته شوربه وهديت عليه النار وكملت سواه وعملته فرشه تحت الفرخ عشان ادي ليها شكل حلو عند التقديم. دوق الفراخ المحشيه فريك بالطريقه دي هتعجبك قوي، وطريقه الفريك ديت حلوه قوي كمان غير اللي بيتعمل ني. الطريقه دي يا جماعه طريقه اسكندراني، الفريك على الطريقه الاسكندراني بتوع بحر اللي بيعملوه بالطريقة دي. في طريقة تانية اللي هي تشويحة البصل وبعدين عليها الفريك، الطريقة دي مش طريقة الاسكندرانية، هي دي طريقة الاسكندرانية. اعمليها لو عندك عزومة، اعمليها لو ولادك بيحبوا الفريك والفراخ، ان شاء الله هتعجبك قوي بالطريقة دي وهتعجبهم. لو سألوك الطريقة الحلوة منين قول لهم من مطبخ توتي، خليهم يشتركوا في القناة. يا رب اكون بفيدكم ويا رب وصفاتي تكون بتعجبكم. انا بحاول اقدم لكم الاكل بابسط طريقة وباحلى طعم. نفسي الفيديو ده يوصل لألف لايك، يا ريت تساعدوني في ده. وكده وصفتي خلصت، يا رب تكون عجبتكم. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك وشير، وعرفوا صحابكم بقناتي، وان شاء الله هقدم لكم كل جديد. بفرح بتعليقاتكم، اللي عنده سؤال او عنده تعليق على الوصفة يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه.